أول ما بقيت كويس إنجليزي ده كان حوالي سنة 1977 بالظبط كده، كنت داخل تانية ثانوي. بداية كنت ما بعرفش إلا الحروف وخلاص يعني، وطبعا على أيام ما كانش فيه طبعا مدرسين تخصص وكده، فبدأت أكون أشوف الحروف دي إيه العلاقة بينها، بين الحروف الإنجليزية والحروف العربية. فعرفت اولا ان الحروف دي هي ديت، بس طبعا الحروف المركبه في حروف المفرده كل واحد بحرف الواحد، مثلا زي السين بتنطق سين امتى وكاف امتى، طبعا سين اذا جاي بعدها اي واي وواي وكده، ده من الملاحظات يعني، وكاف اذا ما جاش بقى حاجه بعد كده يعني، او ما جا حرف اخر غير الثلاثه دول. بدات احفظ كلمات بدايه من بدايه من اجازه اولى ثانوي وداخل ثانيه ثانوي، كلمات 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 بدون معنى بالعربي، بدون ما اعرف المعنى بالعربي، لدرجه ان انا مثلا كنت واقف في دكان وكل يوم اسمع سطرين ثلاثة، النهاردة سطر بكرة سطر، وساعات صفحة كاملة بدون ما اعرف معناها بالعربي ايه. لدرجة ان انا مثلا وانا داخل المسجد وانا طالب كنت اكتب حوالي 10 كلمات على ورقة بسيطة خالص رفيعة خالص، وبعدين احفظهم وانا ماشي في السكة وانا بتكلم مع زمايلي برضو نفس الحكاية يعني، هما بيتكلموا في حوار في حديث معين في الرياضة في اي شيء، لكن انا مع نفسي لدرجة ان محدش ملاحظ انا بعمل ايه. ممكن احط 20 كلمة على الورقة الصغيرة ديت او 10 كلمات، وبعد كده احفظهم بالسبيلنج بكل حاجة بس بدون ما اعرف المعنى بالعربي. جينا في تانية ثانوي وربنا رزقنا بمدرس كويس ربنا يعافيه بالخير يعني، بدأ يقول الكلمات بالعربي انا اصلا عارفها بالانجليزي بس ما اعرفهاش بالعربي، بدأ يحط النقاط على الحروف بقى، وبقيت عارف كده ايه اللي يا دوبك عارف الكلمة اصلا بالانجليزي بس مش عارف معناها بالعربي. بدات احفظ اولا باول اولا باول، لدرجه ان انا بقيت احفظ مثلا كل يوم صفحه او اكتر، حتى القصه اللي كانت ذا فورجر زمان ديت اللي كانت في اولى ثانوي ان كنت حافظ معظمها، وبعدين بعد كده هارد تايمز كانت في ثالثه ثانوي او في رابعه ثانوي، وبعد كده بقيت احفظ اسلامي وغير اسلامي وكل كلمه، اي كتاب خارجي معرض كتاب مجرد ما يفتح من كل عام بروح طبعا اجيب الكتب الخارجية احدث الكتب في الانجليزيه، وطبعا اي قاموس واي حاجه، لدرجه ان انا اقرا يعني ممكن حاليا دلوقتي ممكن اترجم من القاموس من غير ما يعني ما اكون شفته قبل كده. ولما انا رحت بره بقى اما بقيت استاذ كويس جدا في الكلمات وكويس جدا في الترجمه، لكن القواعد حاجات بسيطه كده، بدات ايه اعرف القواعد واعرف امتى اقول البريزنت سيمبل والباست سيمبل والبريزنت بيرفكت والبريزنت كونتينوس الى اخر الازمنه دي كلها، واعرف استخدمهم ازاي، وبدات اشرح يوميا يوم بيوم اللي انا اقوله اللي انا اقراه النهارده اكثر مما كنت طالب، اذاكر اكثر ما كنت طالب، وبدات اشرح الانجليزي للطلبه، وبدات برضو يعني يوميا بصرف النظر عن اجازه يعني، في ناس كلها في اجازه لكن انا مش في اجازه ولا حاجه، طول ما انا جالس طبعا عمال اقرا الكتاب ده مره والكتاب ده مره، والزم نفسي وانا راكب مثلا مسافر مصر ولا حاجه زي كده على ما اوصل القاهره اكون خلصت على الاقل ايه كتاب قراءه، طبعا اذا كان مترجم ماشي مش مترجم ماشي برضو ابدا اترجم معظمه، يتفضل عندي كلمات بسيطه جدا لدرجه ان الكتاب مثلا الجرامر اللي هو بالعربي اللي هو كتاب النحو العربي كان فيه صفحه فاضيه وصفحه ملانه، الصفحه الفاضيه دي غالبا كنت بترجم فيها الصفحه الملانه، لدرجه ان الدكتور مره الدكتور الله يعافيه بالخير الدكتور حمزه النشرتي بتاع اللغه العربيه لاحظ ان انا بكتب انجليزي يعني انت مش مهتم بالحضاره بتاعتي، قلت لا طبعا مهتم جدا وجايب امتياز في النحو، قال لي طب مال في ايه بالظبط، قلت له انا هوايتي ان انا اترجم النحو بالانجليزي، قال لي طب ازاي، خدنا الدكتور اسمه الدكتور كرام ربنا يعافيه بالخير بقى اذا كان هو موجود والله يرحمه اذا كان توفى يعني، بدا يقول له الواد ده بيكتب النحو بالانجليزي الكلام ده صح ولا غلط، قال له فعلا الواد ده بيجيب امتياز كل سنه في الانجليزي، لدرجه الحمد لله بقى ايه بقيت اتقن الترجمه حتى كل شيء في الترجمه يعني، لو واحد بيتكلم معايا هو بيتكلم باللغه العربيه عادي جدا وانا عمال ايه افكر في الكلمه اللي يقولها دي معناها ايه بالانجليزي، لو حد لو في حتى بيتكلم في التلفزيون نشر اخبار ولا اغنيه ولا اي شيء اللي بيقول وانا عمال افكر معناه ايه بالانجليزي، لدرجه لحد طبعا ما ربنا اكرمني في سنه 91 وتقدمت الاختبار في اللغه الانجليزيه في معهد في البرموني في القاهره، والحمد لله كنت 9 جمهورية والاول على المنوفيه. بعد كده سبحان الله تطورت برضو مش اعتمدت على الاول وسيبك من الاول والاخر والكلام ده كله، بدات اطور نفسي واقرا كتير جدا بدرجه مهوله. يعني اي كتاب سواء كان في التخصص او في غير التخصص او في قصه او في اي شيء اترجم حتى يعني وافرق برضو بين الانجليزي البريطاني والامريكان انجلش وكده، لدرجه ان انا بقيت اتقن تماما. تعرضت لاختبار في السفاره الامريكيه نريح سنه 91 5 ونكمل عشان ما ماشي ما فيش مشاكل.